بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا دار الثقافة الأهلية، أرحب بكم من جديد مع مادة الرياضيات ومع درس اليوم وهو حل اختبار الفصل الثالث. حل اختبار الفصل الثالث، حيث هذا الفصل كان يدور حول الطرح وعمليات الطرح، والطرح بدون تجميع يعني بدون استلاف، والطرح مع التجميع يعني بالاستلاف وغير ذلك. نبدأ مع بعض السؤال الأول. السؤال الأول بيقول لك: أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم واحد: أبدأ دائما بمنزلة العشرات عندما أطرح. كلام ده صح ولا غلط؟ الله الله، ممتاز ما شاء الله. أيوة خطأ. ليه؟ لأننا بنبدأ بأحسنت، ممتاز، لأن ببدأ بمنزلة الإيش؟ الأحاد دائما. يبقى هذه العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ أيوة خاطئة. أيوة خاطئة، أحسنت. نبدأ مع رقم اثنين: في بعض الأحيان وقبل أن أبدأ الطرح علي أن أعيد التجميع أكثر من مرة. يعني قلنا السؤال الثاني: في بعض الأحيان وقبل أن أبدأ الطرح علي أن أعيد التجميع أكثر من مرة. يعني إيه أعيد التجميع؟ بعض الطلاب تكون ناسل، يعني أستلف أكثر من مرة. يعني مثلا لما نقول 300 ناقص 125، يبقى أنت عندك الأحد صفر وعندك العشرة صفر والمئات ثلاثة، يبقى هنستلف للعشرات وبعد كده نستلف من الايه؟ للاحاد. يبقى هنا صح ولا خطا؟ الله الله الله، ممتاز، صح، اجابه صحيحه. صح. السؤال الثاني: اقدر الناتج بالتقريب الى اقرب 100. هنقرب لاقرب 100 وبعدين نطرح. 632 ناقص كم؟ 151. هنقرب لاقرب 100. هنا الثلاثة بخيلة، هنا المئات كام؟ ستة. اللي قبلها ثلاثة، ثلاثة تعطيها؟ لا، يبقى حطيناها كام؟ ستة، يبقى ايه؟ 600. طب وهنا 151، الخمسة كريم. الخمسة تدي لليه؟ للواحد، واحد، الخمسة هتدي لليه؟ للواحد المئات، واحد تصير كام؟ 200. يبقى هنا بعد التقريب اهو، يبقى هنا 632 في التقريب إلى أقرب 100 صارت 600. طيب 151 في التقريب الى اقرب 100 صارت 200. ليه؟ لان الخمسه كريمه هتدي للايه؟ للواحد، واحد يصير اثنين. نطرح بقى: صفر ناقص صفر؟ ايوه صفر. طيب صفر ناقص صفر عشرات؟ ايوه صفر. طيب سته ناقص منها اثنان يساوي كام؟ الله الله الله، ممتاز، يساوي اربعه، اجابه صحيحه. يبقى الناتج 400، ممتاز. نفس السؤال: اقدر الناتج بالتقريب الى اقرب 100. هنقرب. حتى المئات هنا كام؟ 8، قبلها 6، 6 تعطيها 1 تصير كام؟ الله الله الله، ممتاز، 900، صرت 900، مظبوط. طب هنا 305، ايوه، المئات كام؟ هنا 3، قبل منها 0 لا تعطيها، يبقى هتصير كام؟ 300. يبقى تقريب، يبقى 862 تقريبها كام؟ 900، و305 تقريبها كام؟ 300. نبدا نطرح بقى: 0 ناقص 0 احد، ناقص 0 ناقص 0 0 احد. طب 0 ناقص 0، ايوه 0. طب 9 ناقص منها 3، الله، 9 ناقص منها 3 يساوي كام؟ الله، ممتاز، بطل 6، اجابه صحيحه. يبقى الناتج كام؟ 600. جميل جدا. نيجي للسؤال اللي بعده، رقم 5: اختيار من متعدد، كم يزيد سعر الجهاز الاول على سعر الجهاز على سعر الجهاز الثاني؟ الجهاز الاول بكام؟ ب 108، والجهاز الثاني بكام؟ ب91. هنعمل ايه؟ هنطرح، هنسوي مساله طرح، هنقول 108 ناقص 91 ونبدا نطرح. 8 ناقص منها 1، الله الله، ممتاز، بطل، 7، اجابه صحيح. طيب 0 ناقص 9، ما ينفع، هنروح نستلف، هناخد من الواحد، هنروح نستلف من الواحد، صار كام؟ صار 0، واخدنا الواحد اعطيناه هنا للصفر ب10، صار كام؟ صار 10. يبقى 10 ناقص 9 يساوي كام؟ 10 نقصت منها 9 وكام؟ الله الله، ممتاز، يساوي 1، اجابه صحيحه. وهنا الصفر ينزل صفر، يبقى ايه؟ يبقى الناتج كام؟ 17. يبقى ان الاجابه صحيحه رقم الف ولا جيم ولا باء ولا دال؟ الله الله، صح، اجابه صحيحه، الاجابه رقم باء هي الاجابه الصحيحه. ننتقل الى السؤال السادس.
أجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابته. 394 ناقص 271. 4 ناقص 1 يساوي كام؟ الله، 4 ناقص منها 1 سهلة، 3 صحيح. 9 ناقص منها 7 يساوي كام؟ الله، 9 ناقص منها 7 يساوي كام؟ الله، 2 إجابة صحيحة. طيب 3 ناقص منها 1 يساوي كام؟ 3 ناقص 2، 3 ناقص منها 2 هي تساوي كام؟ يساوي 1. إذا الناتج كام؟ 123. طب عاوز أتحقق من إجابتي، نعمل إيه؟ بقول لك ثم أتحقق من نعمل إيه؟ نجمع 271 زائد 123، نجمعهم من العدد دول، إذا طلعوا 394 تبقى إجابتي صحيحة. تمام كده؟ تمام جدا. نطلع شوية اللي بعد نفس الوضع. أجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابتك. 927 ناقص 439. نيجي نطلع لحد 7 ناقص 9 ما ينفع يا استاذ، ما ينفع نقص من السبعة 9، ما نعمل ايه؟ هنروح نستلم، هنستلم في الاثنين، خدنا منها واحد صارت كام؟ 1، وخدنا الواحد ب 10 زودناها على 7 صار كام؟ 17. 17 ناقص 9 يساوي كام؟ نحط التسعة في مخ ونطبق يا دي زي ما علمتك ونعد عقب التسعة لحد ما نوصل لل 17، عقب التسعة كام؟ 10 11 12 13 14 15 16 17 كام؟ الله الله، ممتاز، 8 إجابة صحيحة. طب هنا 1 ناقص 3، ما ينفع يا أستاذ نقص من الواحد 3، هنروح نستلف من التسعة، هناخد من التسعة 1 صارت كام؟ 8، هناخد الواحد ب 10 نزوده على الواحد هنا صار كام؟ 11. 11 ناقص منها 3 يساوي كام؟ نحط الثلاثة في مخي ونطبق يدي ونعد عقب الثلاثة لين نصل لل 11، عقب الثلاثة كام؟ 4 5 6 7 8 9 10 11 كام؟ الله الله، ممتاز، إجابة صحيحة 8. طيب وبعد كده 8 8 المئات 8 ناقص منها 4 يساوي كام؟ الله الله، ممتاز، بطل بطل، 4 إجابة صحيحة، يبقى الناتج كام؟ 488. طب عاوز أتحقق من إجابتي، نعمل إيه؟ نجمع، نجمع هنا 439 زائد 488، إذا طلع الناتج، طلع الناتج 927، يبقى الإجابة بتاعتي صحيحة، إجابتي صحيحة، تمام كده؟ جميل جدا. نجي برضو أجد ناتج الطرح ثم تحقق من إجابتك. 820 ناقص 674. نجي نقص 0 ناقص 4 ما ينفع يا أستاذ، ما ينفع، نروح نستلف من الاثنين، خدنا منها 1 صارت 1، خدنا الواحد ب 10 حطيناها 0 صار كام؟ 10. 10 ناقص منها 4 يساوي كام؟ الله الله الله، ممتاز ممتاز والله، ممتازين كلكم والله، ايوه ايوه 6 إجابة صحيحة. طب جميل جدا، نجي بعد كده 1 ناقص منه 7 ما ينفع، نروح نستلف من 8، 8 ناقص منه 10 كام؟ صارت 7، خدنا الواحد ب 10 حطيناها على الواحد صار كام؟ 11، 11 ناقص منها 7 يساوي كام؟ الله الله، نحط 7 في مخ ونعد عقب 7 لين نصل ل 11، عقب 7 8 9 10 11 كام دول؟ الله الله 4 إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. طيب و7 ناقص منها 6 يساوي كام؟ يساوي 1، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. جميل جدا، يبقى الناتج كام؟ 146. طب عاوز اتحقق من اجابتي، نعمل ايه؟ نجمع 674 زائد 146. اذا كان الناتج 820 يبقى اذا اجابتي صحيحه، تمام 100 100. نجي بعد كده اجد ناتج الطرح ثم تحقق من اجابتي. 900 ناقص 522. 0 ناقص 0 ناقص 2 ما ينفع، هروح نستلف، هنا هنستلف اكثر من مره، هروح نسالك من مين على طول؟ هنسالك من التسعه، خدنا منها واحد صارت كام؟ صارت 8، خدنا الواحد حطينا على صفر هنا في العشره صارت كام؟ صارت 10، ناخد من العشره واحد ندال الاحاد صار كام؟ وخدنا صارت 9، وناخد الواحد ب 10 حطيناه هنا على الاحاد صار كام؟ صارت 10. يبقى هنا كده احنا استلفنا والمساله بتاعتنا بقت ما شاء الله 100 100. نطرح بقى 10 ناقص منها 2، 10 ناقص منها 2، ايوه على طول، ممتاز، ايوه 8 اجابه صحيحه. طيب 9 ناقص منها 2، 9 ناقصت منها 2، شيل من 9 2، الله الله، صح، إجابة صحيحة، 7، 7 إجابة صحيحة. طيب 8 ناقص منها 5، 8 ناقص منها 5 يساوي كام؟ الله الله، ممتاز، 3 إجابة صحيحة، ممتاز. يبقى الناتج كام؟ 378. يبقى هنا، طب عاوز أتحقق من إجابتي، نعمل إيه؟ نجمع 522 زائد كام؟ 378. إذا كان الناتج طلع له 900 يبقى إذا إجابتي صحيحة، ممتاز جدا جدا. الأسئلة اللي بعدها
وحدد أي المسألتين أنسب، الجمع أم الطرح، لحل كل من المسألتين الآتيتين ثم أحلهما. جميل جدا. كل علبة في الصورة أدناه تحوي نوعا مختلفا من المكسرات ما عدا حبات اللوز والفستق. هو اللوز هنا، ادي اللوز اهو، ده فستق فول سوداني لوز. اللوز كام؟ 23. طب فين الفستق؟ الفستق كام؟ 39. نجمع يبقى هنقول كام؟ هنقول كام؟ 9 الجمع. يبقى هنستخدم الايه؟ هنستخدم الجمع. هنستخدم الايه؟ الجمع. انا بقول لك احدد اي العاملتين انسب، الجمع ام الطرح. يبقى هنستخدم الجمع. هنجمع كام؟ 39 اللي هو الفستق زائد اللوز 23. نجمع 9 زائد 3، 9 زود عليهم 3 يساوي كام؟ بحط 9 في مخه وطلع 3 لقيت عقب 9 كام؟ 10 11 12. 12. نحط الاثنين وناخد الواحد نحطه على الثلاثة، الثلاثة صارت كام؟ 4، الثلاثة صارت كام؟ 4، 4 زائد 2 يساوي كام؟ يساوي 6. يبقى ايه؟ يبقى الناتج كام؟ حبة. كلهم كام حبة؟ 62 حبة. يبقى الفستق واللوز مجموعهم 62 ايه؟ حبة. بعد ذلك ها مع أحمد ها 8 مجلات تعليمية، ثم أعار صديقه 3 مجلات منها، فكم مجلة بقيت معه؟ مع أحمد 8 مجلات، أعطى زميله 3، يبقى هتبقى معاك كم مجلة؟ يبقى هنستخدم الإيه؟ الله الله، هنستخدم الطرح. يبقى هنقول كام؟ هنستخدم الطرح. أيوه أحسنتم، هنستخدم الطرح ونقول 8 ناقص 3، 8 ناقص منها 3 يساوي كام؟ الله الله ممتاز، يساوي 5 مجلات. تساوي 5 مجلات. ممتاز جدا جدا. ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، اختيار من متعدد. يقرأ محمود كتابا يحوي 285 صفحة، فإذا قرأ 24 صفحة يوم الاثنين و37 صفحة يوم الثلاثاء و41 صفحة يوم الأربعاء، فكم صفحة لم يقرأها؟ يبقى احنا يبقى هنعمل ايه؟ هنجمع عدد الصفحات اللي قرأها الأول، والناتج اللي يطلع لي نطرحه من 285. يبقى هنجمع اول حاجه، هنقول اهو، هنقول 24 زائد 37 زائد 41، بنستخدم خاصيه التجميع. هنجمع 37 زائد 41، 7 زائد 1 كام؟ 7 زائد 1 8، و3 زائد 4 7، يبقى ايه؟ مجموعهم كام؟ 37 زائد 41 يساوي 78. نجمع بقى 24 مع 78، يبقى 4 زائد 8، 4 زائد 8 كام؟ هنحط ال 4 ال 8 فوق ونطلع 4 لقد، عقب ال 8 كام؟ عقب ال 8 كام؟ 9 10 11 12، يبقى 12 2، ومعانا الواحد، ناخد الواحد ونحطه على مين؟ على الاثنين، الاثنين صارت كام؟ صارت 3، 3 زائد 7 6، الله الله ممتاز، 10 كام؟ 10. يبقى مجموع الصفحات اللي قراها كام؟ 102. نطرحهم بقى من 285، نطرح بقى، هنقول ايه بقى؟ نقول 285 ناقص 102، هنقول 5، نطرح لحد من احد، 5 ناقص منها 2، 5 ناقصنا منها 2 يتبقى كام؟ الله الله الله، يتبقى 3، يبقى صحيح. طيب 8 ناقص 0، 8 ناقص 0 هي 8، ما نقصتش منها حاجه، ممتاز ممتاز 8. طيب 2 ناقص منها 1 يساوي كام؟ الله، 2 نقصت منها 1 يساوي 1، يبقى الناتج كام؟ 183. فين الناتج هنا؟ الاختيار هنا أ 102 خطأ، ج ب 183، يبقى ب إجابة صحيحة، يبقى هنا رقم ب الإجابة صحيحة. ممتاز جدا جدا. ننتقل إلى المسألة رقم 13. اكتب أوضح لماذا يجب علي دائما أن أتحقق من إجابتي، ليه؟ سؤال ده سؤال ممتاز جدا، وآخر سؤال في الاختبار الفصل، وأهم سؤال، لأوضح لماذا يجب علي دائما أن أتحقق من إجابتي، لأتأكد من معقولية الإجابة، لأتأكد من صحة الإجابة، أيوه صح، يبقى هم لأتأكد من معقولية الإجابة، صح. هذا وبالله التوفيق، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.